السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف السادس الابتدائي الترم الاول، خدنا في ليسون 3 كونسبت 1.2 يونت 1 هاو تو جنريت الكتريستي، وعرفنا ان في ماتيريالز قسمنا الماتيريالز اكوردنج تو زير ابيليتي تو كوندكت الكتريستي الى الكتريك كوندكتور والكتريك انسليتور. في ليسون 4 هنأكد بس بعض الديفرنس ونعمل اكتيفيتي كده عشان نأكد الفرق بين الكوندكتور والانزليتور. طيب قبل ما نبدأ الدرس، put true or false. The electric wires have metal wire surrounded by plastic coat or rubber coat. كلام ده true or false يا شباب؟ الالكتريك واير، سلك الكهرباء بتاعنا ده، بيبقى معمول غالبا من كبر. كيف اقول لك ميتال واير؟ ايوه، كبر نوع من انواع الميتال، وبيبقى سراوندد باي ان انزليتنج ماتيريال زي البلاستيك او الرابر. الكلام ده طبعا صح. طيب الكتريك واير ار كوتد ويز رابر اور بلاستيك تو بروتكت اس، ايوه عشان يحمينا كده من الالكتريك تشوك. طبعا الكلام ده صح. اوكي، ان ذيس اكتيفيتي هنشوف الفرق بين الالكتريك كوندكتورز والالكتريك انزليتورز. In this activity, we will know which material are electric conductor and which material are electric insulator. إحنا عرفنا مين الماتيريال اللي good conductor للإلكتريستي، اللي هم يعني معظم الميتال بالإضافة إلى الكربون، ومين الماتيريال اللي don't conduct electricity، كل non-metals. Okay، كل non-metals. تعالى نعمل كده الأكتيفيتي دي. هات لي باتري كسورس أوف إلكتريستي، هات لي ليد عشان نعمل إلكتريك سيركت، لمبة ليد أو سمول ليد لامب، أوكي، وطبعا كونكتنج واير ونعمل إلكتريك سيركت. وهات لي بقى تولز كده أهو، هات لي تو واير عشان نعمل تو سيركت، يعني تو واير ويز نون انزوليتد إند، يعني هنقشر البلاستيك كوت اللي في الإند عشان يوصل الإلكتريستي. وهات لي شوية ماتيريال بقى كده هنحطها في الإلكتريك سيركت، هات لي ألمونيوم فويل، وهات لي إلكتريك تاب، وهات لي كوين، وهات لي سمول بيس اوف وود، وهات لي رابر او اريزر، حاجه رابر كده، وهات لي بيس اوف كلوز، وهات لي بيبر كليب اللي بيبقى معمول من ايه؟ من ستيل يا شباب. اوكي ماشي، عشان الستيل قلنا ده نوع من انواع الايرن، وده هيبقى جود كوندكتور للالكتريستي. طب نعمل الالكتريك سيركت بتاعتنا اهو، يوز ذا واير والسمول ليد لامب والباتري تو كرييت ان الكتريك سيركت. اهو عملنا الكتريك سيركت، ادي سورس اوف الكتريستي، تمام كده، ادي الكونكتنج واير او الكفر واير، ده رقم 2 اهو، وادي اللمبه اهي، اللمبه بتاعتنا السمول ليد لامب، وسايب حته فاضيه اهي في السيركت اوبن عشان احط فيها الديفرنت ديفايس دلوقتي. اوكي طيب، كلوز بقى السيركت دي، اقفلها بايه؟ انسرت ذا كوين، والكوين ده معمول من كفر، والكفر ده جود كوندكتور اوف الكتريستي. ان ذا سيركت از شون as shown to test عشان نختبر كده if the cover ده is conductor of electricity or not. طبعا الكبر good conductor of electricity، الالكتريستي فلو واللامب لايتنج. اوكي طب شيل بقى الكبر كوين ده وحط حاجه زي الاريزر، صح كده، الرابر بتاعتنا دي. اوكي انسرت الرابر اللي هي الاريزر بتاعتنا ان ذا سيركت برضو تو شو او as shown سوري تو تيست اف ات از كوندكت الكتريستي اور نوت، واضح انها باد كوندكتور اوف الكتريستي، الكتريستي نوت فلو واللامب نوت لايتنج. ريبيت بقى البريفيوس ستيبس دي باي ديفرنت ماتيريالز اللي احنا جايبينهم دول، استخدم الماتيريالز دول كلهم. اوكي طيب ايه الاوبزرفيشن بتاعي؟ هلاقي لو انت حطيت في الالكتريك سيركت حاجه جود كوندكتور اوف الكتريستي هتلاقي اللامب لايتنج، حطيت في الالكتريك سيركت حاجه باد كوندكتور اوف الكتريستي هتلاقي اللامب نوت لايتنج. نرجع نشوف كده التولز دي كده عشان نشوف مين فيهم اللي جود كوندكتور الكتريستي. هنلاقي الالومنيوم فويل جود كوندكتور الكتريستي، هنلاقي الكوين جود كوندكتور الكتريستي، هنلاقي البيبر كليب جود كوندكتور الكتريستي، اي حاجه غيرهم هنلاقيها باد كوندكتور الكتريستي. يعني هتلاقي اللامب نورت في حاله الالومنيوم فويل، وفي حاله الكويل، وفي حاله البيبر كليب، ودونت لايتن في حاله الايه؟ في حاله الود او البيس اوف وود، في حاله الاريزر، وفي حاله البيس اوف كلوزس. الالكتريك تاب ده هنجيبه دلوقتي ونعزل بيه، يعني نلف بيه كوين كده ونشوف الالكتريستي فلو ولا لا. اوكي فزي ما انت قلت كده الاوبزرفيشن بتاعي، هلاحظ ان اللامب لايتن او لايتس في حاله ايه؟ في حاله ان انت استخدمت الكبر كوين، او استخدمت الالومنيوم كويل، او استخدمت البيبر كليب، تمام كده. اللامب doesn't light هو when you use ايه بقى؟ الرابر او السمول بيس اوف وود او البيس اوف كلوز، صح كده. يبقى احنا كده طلعنا كونكلوجن ان الماتيريال في منها من هو كوندكت الالكتريستي وهسميه الكتريك كوندكتور، وفي منها نوت كوندكت الالكتريستي وهسميه الكتريك انزليتور، صح كده. يبقى ماتيريال ميد اب اوف ميتال زي الكوين اللي معمول من الكبر، والالومنيوم فويل اللي معمول منه
من الالومنيوم، والبيبر كليب اللي معمول من الستيل، دور ارك الكتريك كوندكتور ويتش كوندكت انف الكتريستي فور ذا لامب تو بي لايتنج، صح كده. الاذر ماتيريال بقى زي الرابر وزي البيس اوف وود وزي البيس اوف كلوزس ار الكتريك انسيليتور ويتش دونت كوندكت الكتريستي فور ذا لامب تو بي لايتنج. طيب هات بقى الالكتريك تاب شريط اللحام ده ولفه حوالين الكوين، وده معمول من البلاستيك، فالبلاستيك باد كوندكتور اوف الكتريستي، فاللمب بعد ما كانت لايتند كده بالكبر كوين ده، بعد ما عملت لها كده ايزوليشن وعزلتها بالالكتريك تاب بشريط اللحام ما نورتش اهي، صح كده ماشي. اف يو راب، لو لفيت كده وان اوف ذا بريفيوس الكتريك كوندكتور، اي كوندكتور من اللي فاتوا كده زي الكوين مثلا ويز الكتريك تاب بشريط اللحام ويتش از ميد اب اوف بلاستيك، واكيد كلكم شفتوا الالكتريك تاب ده تمام، and insert it again، وبعدين حطه تاني في الالكتريك سيركت بتاعتي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان اللامب in this electric circuit will not lightened. ليه؟ عشان ده معمول من البلاستيك، والبلاستيك ده باد كوندكتور اوف الكتريستي اهو، because the electric current can't flow through the plastic which is bad conductor of electricity. علشان كده يا شباب نفس الفكرة، انا بعمل الكبر واير او الالكتريك واير بعمله من كبر واير والف حواليه ايه، حاجة بلاستيك او ماتيريال بلاستيك كده او رابر كوت كده، علشان يبقى يمنع الالكتريستي مثلا لما المس السلك انا ده بايدي يمنع الالكتريستي توصل لماي بادي ويعمل الكتريك شوك. يبقى الالكتريك واير احنا بنعملها من كبر بس بنعمل لها رابنج، بنلف حواليها كده بلاستيك كوت او رابر كوت كده which as insulator to prevent electricity from moving from the metal wire into your body or into your hand causing electric shock. صح يا شباب؟ اوكي. Check our understanding. Classify the following material into electric conductor and electric insulator. احنا ممكن نقول هنا ده number one وده number two، وارجع احط one على electric conductor و two على electric insulator. Iron nail ده electric conductor، حطيته number one. بلاستيك سبون ده الكتريك انزليتور، حطيت له نمبر 2. رابر الكتريك انزليتور. ميتاليك سبون، ميتال اهي، سبون معموله من ميتال، دي الكتريك كوندكتور. بيس اوف وود الكتريك انزليتور، ماشي. ميتاليك كي معمول من ميتال اهو، كوندكتور الكتريك كوندكتور. اظن يعني لسه مسهل، لسه ما قلناش في حاجه جديده، زي ما قلت احنا عايزين يعني نبني خطوه خطوه، فبندي معلومات قصيره صغيره نحل عليها اسئله كتير. احنا تقريبا ما قلناش كلمه جديده، احنا عملنا اكتيفيتي عشان اوريك الفرق بين الالكتريك كوندكتور والالكتريك انزليتور. المره الجايه نحل اكسرسايز اون ذيس ليسون. اتمنى لكم التوفيق دائما ونتقابل على خير، والسلام عليكم.